مرحبا، فيديو جديد. هيدا الفيديو رح يكون مميز لأنه فيديو الألفين، ولولا دعمكن وحبكن لفيديوهاتي ما كنا وصلنا لهون. وكرمال هالمناسبة قررت أعملكن ترمسو حضرية وشكل جديد وكتير سهل وسريع. تابعوا معي لآخر الفيديو تنشوف أسرار نكهات الأصلية مع تقديم ولا أروع. رح نحتاج 250 جرام كريم تشيز، سكر باودر نص كوب، بودرة الكاكاو غير محلى، كريمة خفق أي كريمة موجودة عندكم رح نحتاج لكوب ونص، كيس من أصابع الترمسو أو ليدي فينجرز، ورح نحتاج لملعقة من برش البرتقان بيعطيها طعمة كتير طيبة. هيدا الكوب 140 جرام رح أحتاج لكوب ونص. بدي أحط المكنة على السرعة الوسط، وراح أضيف مع الكريم شانتيه 70 جرام أو نص كوب من السكر الباودر، كوب وثلاث أرباع الكوب من الكريم تشيز أو 250 جرام، وبدي أخذ من برش البرتقان ملعقة طعم. ننتبه ما نفوت كتير لجوا، بس بناخد القشرة البرانية. بس بكاسفة الكريمة رح نزل مقدار الكريم تشيز، وأول ما يتجانس الخليط رح وقف، ما بدي خفق كتير. بتعدوا للعشرة وصارت جاهزة عندي. تقليبتين بسيطة بسباتولا، ممكن ندوقها، وإذا حبيتوا تزيدوا سكر باودر ممكن، بس ما شاء الله ممتازة والطعم 100%. بدي حطهم بالبايبينج باك بالبراد عبال ما احضر خليط القهوة. اي قهوة او نسكافيه ممكن نستعملها. رح احتاج لملعقتين طعام وملعقتين طعام سكر، رح دوبهم بمي فاترة. نقلتهم على صحن كرمال نغمس أصابع الترمسو. ولأجمل متابعين رح حضر بعجينة السكر ستار لبنيس كيتشن فانز. بدي حضر الطبقة الأولى، بغمس كل إصبع من وجهه ومن الأسفل، وممكن إنه ترتبوهن حسب ما بتحبوا. ممكن تعملوا الرقم اللي بدكن إياه، أو ممكن تصفوهم ببايركس أو صحن أو علب تقديمات صغيرة من اختياركم. طبقة من أصابع الترمسو وطبقة من الكريم تشيز، وشوفوا هالجمال ما شاء الله. رشة من الكاكاو عم شيلن عمهلي للشوكة بالسكينة، وحطيت من برش الشوكولا على الوجه، وحبيت من القهوة. وهيك صار عنا أجمل وأرقى ترمسو لأجمل وأرقى متابعين. أنا بتشكركم كتير من كل قلبي على متابعتكم. بتمنى دايما دعمكم وتبعتوا الفيديوهات للناس اللي حابة تستفيد. وما تنسوا إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك شير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات ليوصلكم كل شي جديد. طعمي ولا أروع. كل المعلومات أو المقادير اللي رح تحتاجوها بتلاقوها تحت بصندوق الوصف. سر تميزي لمسة إيدي. انتو شو سركون؟ خبروني بالكومنت تحت.